بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التسعيف ديال التمرين 12 14 981. نحن نعتبر شكل ا بي او مثلث متساوي الاضلاع، لان الاضلاع ديالهم متقيسه. نحسب قياسات زوايا كل من المثلثات ا بي او و بي سي او و دي سي او. اذا غادي نبداو بالمثلث الاول، غادي نحسب قياسات زوايا المثلث مثلا ا بي او. هنا الا خدينا المثلث ا بي او، كتلاحظ بان الضلع ا او كيساوي الضلع ا بي كيساوي الضلع بي او. هذا مثلث متساوي الاضلاع. قلنا بان المثلث المتساوي الاضلاع جميع الزوايا ديالو فهي متقايسه. اذا الى خدينا لدينا ا بي او مثلث متساوي الاضلاع، صافي مباشره. اذا الزاويه بي ا او فهي كتساوي الزاويه ا بي او كتساوي الزاويه ا او بي. وقلنا بان جميع الزوايا فهي متقايسه، اذا كيساوي 60 درجه. هذا السؤال الاول لهذا المثلث سالينا. ثم غادي نشوفوا الثاني، نحسب قياسات زوايا المثلث بي سي او. بي سي او اذا شنو كتلاحظ في المثلث بي سي او؟ بي سي او مثلث متساوي الساقين، لان الا خدينا الضلع بي سي فهو كيساوي الضلع بي او. حتى مثلث متساوي الساقين في الراس بي، كنعرف بان مثلث متساوي الساقين زاوية القاعدة فهم متقايسين، اللي هي الزاوية بي سي او والزاوية ا بي او متقايسين. اذا 75 اذا كتكون عندنا 75 تانا. باش نحسب هذه الزاوية كيف نستعملو مجموع قياسات زوايا المثلث، لدينا بي سي او مثلث متساوي الساقين في الراس بي. اذا الى خدينا الزاوية بي سي او فهي كتقايس لنا الزاوية بي او سي، شحال كتساوي؟ 75 درجة. ثم لنحسب الزاوية سي بي او. لنعلم ان مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي شحال؟ 180 درجة. يعني ان الزاوية بي او سي بي او فهي كتساوي 180 درجة ناقص القياس ديال الزاوية بي سي او زائد زاوية بي او سي كتساوي 180 درجة ناقص قياس ديال هاد الزاوية فهو عندنا 75 درجة زائد 75 درجة. وهادي شنو كتساوي؟ كتساوي 180 درجة. 75 ناقص 75 ولا 75 زائد 75 اللي هي شحال؟ إذا غتعطينا 150 درجة. 180 ناقص 150 درجة اللي هي 30 درجة، وبالتالي الزاوية بي سي او تساوي 30 درجة. ثم شنو بقى عندنا؟ قعدنا المثلث ا دي او، مع العلم بان هنا عندنا زاوية قائمة حتى لا ننسى. ثم انا السؤال الموالي ثلاثة، لنحسب قياسات زوايا المثلث دي او سي. دي ناخدنا المثلث دي او سي، كنلاحظ بان المثلث دي او سي بمعنى عندنا زاوية قائمة، حتى عندنا النقطة او هي هادي زاوية قائمة. إذا هذا مثلث بي سي دي مثلث قائم زاوية في الراس أو. هاد الزاوية كنعرفها، إذا هاد الزاوية غادي نستنتجها إما من استعمال قياسة زوايا المثلث أو لا هاد الزاوية تم جوج فهما زاويتان حادتان مثلث قائم زاوية كيكونوا متتامتان، يعني المجموع ديالهم كيساوي 90 درجة. إذا لدينا دي سي أو مثلث مثلث قائم زاوية قائم الزاوية في الراس أو. إذا قائم الزاوية في الراس أو يعني ان الزاويه دي او سي هي زاويه قائمه، يعني كتساوي 90 درجه. ثم ولدينا الزاويه او دي سي فهي معطيه لنا كتساوي 27 درجه. ونعلم ان الزاويتين الحادتين في مثلث قائم الزاويه متتامتان. مش كنقول متتامتان، يعني مجموع قياسي ما يساوي 90 درجه. يعني ان الزاويه او سي دي، يعني الزاويه او سي دي، يعني هذه الزاويه او سي دي شنو تساوي؟ تساوي 90 ناقص الزاويه او دي سي تساوي 90 درجه ناقص الزاويه او دي سي. بما ان الزاويه او دي سي فهي 27 درجه، او نستعمل مجموع قياسات الزوايا المثلث كيساوي 180 بحال بحال. إذا 90 ناقص 27 اللي هي 63 تساوي 63 درجة. إذا هذا هو القياس ديال الزاوية ODC.
ثم من بعد غادي نديرو التصحيح ديال 80 14 981. حدد طبيعة المثلث أ بي سي في كل حالة من الحالات التالية معلن جوابها. إذا غادي نشوفو الطبيعة ديال المثلث، واش هو قائم الزاوية متساوي الأضلاع متساوي الساقين ولا متساوي الساقين قائم الزاوية؟ هنا لدينا أ كتساوي 58 درجة و بي كتساوي 32 درجة. إلا خدينا المجموع ديال هاد الزاويتين بجوج كنلاحظ بأنه كيساوي 90 درجة، دي زاويتان متتمتان. قلنا بأن إلا كانت المثلث زاويتان متتمتان الطبيعة ديال المثلث فهو قائم الزاوية. إذا خدينا الحالة الأولى، لدينا أ كتساوي 50 درجة و بي عفوا 58 درجة و بي كتساوي 32 درجة القياس ديالها. إذا بما أن الزاوية أ زائد الزاوية بي كتساوي 58 درجة زائد 32 كتساوي 90 درجة، يعني أن الزاويتان متتمتان، بما أن بي زائد سي كتساوي 90 درجة، فإن المثلث أ بي سي قائم الزاوية في الرأس سي. ثم غادي نشوفو الحالة الثانية. الحالة الثانية شنو عندنا؟ لدينا الزاوية أ كتساوي الزاوية بي كتساوي الزاوية 70 درجة. قلنا بأن إلا كان المثلث فيه جوج الزوايا زاويتي القاعدة متقايسين في الطبيعة ديال المثلث فهو متساوي الساقين. بما أن الزاويتين متقايستين في المثلث فالطبيعة ديال المثلث متساوي الساقين. إذا بما أن المثلث أ بي سي له زاويتان متقايستان فإن المثلث أ بي سي متساوي الساقين في الرأس سي. ثم عندنا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة عندنا الزاوية بي فهي كتساوي 45 درجة والزاوية سي كتساوي 45 درجة. إذا شنو كطلعت في هذه الحالة؟ كطلعت بأن الزاويتين فما متقايسين، إذا الطبيعة ديال المثلث غيكون متساوي الساقين. ولكن كاينة حاجة أخرى، كنلاحظ بأن الزاوية بي زائد الزاوية سي كتساوي 90 درجة، إذا فهما زاويتان متتامتان في هذا المثلث، إذا الطبيعة ديال المثلث هو مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية. إذا بما أن الزاوية بي كتساوي الزاوية سي كتساوي 45 درجة والزاوية بي زائد الزاوية سي كتساوي 45 درجة زائد 45 درجة كتساوي 90 درجة، يعني أنهم زاويتان متقايستان وفي نفس الوقت زاويتان متتامتان، فإن المثلث أ بي سي متساوي الساقين وقائم الزاوية في الرأس في هذه الحالة. ثم بقت عندنا الفقرة أو الحالة الرابعة، وعندنا أ بي كيساوي أ سي والزاوية أ فيها 60 درجة. كنلاحظ بأن المثلث أ بي سي فهو أ كيساوي بي، يعني أ بي كتساوي أ سي، يعني أن المثلث متساوي الساقين في الرأس أ. وبما أن الزاوية أ فيها 60 درجة، إذا الزاوية اللي بقاو عندنا شحال غيكون فيهم؟ غيكون المجموع ديالهم كيساوي 120، وبأنهم متقايسين يعني كل زاوية فيها 60 60، بالتالي الطبيعة ديال المثلث في هذه الحالة غيكون تساوي الأضلاع لأن جميع الزوايا متقايسة. هنايا بما أن أ بي كتساوي أ سي، يعني أن المثلث متساوي الساقين في الرأس اش في الرأس أ، أي أن الزاوية بي ولا أ بي سي فهي غتقايسنا الزاوية أ سي بي، شنو غتساوي؟ غتساوي 180 درجة ناقص القياس ديال الزاوية أ مقسومة على 2، وهادي شنو كتساوي؟ 180 ناقص الزاوية 60 على 2، 180 ناقص 60 اللي هي 120 مقسومة على 2 اللي كتساوي 60 درجة. ومنه فين الزاوية أ كتساوي الزاوية بي كتساوي الزاوية سي، أي أن المثلث أ بي سي في الحالة فهو متساوي الأضلاع. إذن في الحالة في المثلث أ بي سي متساوي الأضلاع. وبعد نكون سينا التصحيح ديال هذا التمرين. اللي عنده شي سؤال في هذه الفقرة يخليها في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.